اه انا عايز ابعد بعيد بس عشان ايه ما تكون ممكن تكون خايفه مني انا. عشان لما يجي يشتغل بالمحرات يخطط بقى خط خط كده خطوط كده بين كل خط وخط بيبقى قد ايه مثلا؟ يعني كل خط وخط مسافه 20 سم 10 سم زي الارض دي الجزاوي مثلا او بتاع الفريزيا دي ده ما بيحرقش. الفريزيا ما بيحرقش لبن بس لبن بس بتبقى مزارع. طب هو مثلا ليه انت مثلا ما جربتهاش ان هي تحرق؟ طب بيت لبن دي ما تحرقش ما تشدش خط ما تشدش يعني مثلا يكون اعصابها مثلا بتبقى دم بتحلب تشد تقدرش ما تقدرش يعني اعصابها يكون مرخي شويه عشان فيها لبن بما البلدي تاكلها وتشغلها تشتغل زي ما انت عاوز تشتغل اليوم النهارده او في هذه اللحظه بنسجل زراعة البطاطس. قرى ومركز سمالوط مشهورة بزراعة نبات البطاطس، وأغلبية المزارعين هنا بيهتموا بهذه الزراعة، والموسم ده من السنة هو موسم زراعة البطاطس. عشان ايه يا باشمهندس ضروري؟ عشان تيجي على كده الساعة. الأرشيف القومي اللي في الكلور المصري. الأرشيف القومي اللي في الكلور. شوف ده الأرشيف القومي اللي في الكلور المصري. أمال اسمع عنه ده لازم يا باشا هتسمع عنه كتير ان شاء الله. شوف هم هناك تركيب. طب صور ابو تريكه لا سبعان شهر يعني الدنيا. شوف بصخ ده يا جيدك ارفع وشك فوق يا بصخ. انا ارفع يا اخي اديني 1000 جنيه ده يا جيد. انا ما شال طينها فين يا ده فين ده؟ ده صلاح اخو بطرس نجيبه كله الصور والجماعه بتاعت الشام دي. طيب ام يوسف الشام هنا لا انا اللي من الحاجات اللي هي اللي دي. طب ما هو برضه ذاكوا حاجات نروح له معانا ده يا جدع يلا يا رب عشان احمل المكتوره دي واسع يا باص لا هذا بيت هذا فينا بتروح من انت ما تجيبوش هان ما عاد انت ما تجيبوش هلا بكم تمام